رحبوا معي أعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع مع المديرة لمحلات بوتيكات في إمارة أبو ظبي وبالتحديد في منطقة العين، مديرة المحل رقية خالد، وهي طبعا يعني بالنيابة عن صاحبة المحل الست أم أحمد، وهي صاحبة ومديرة هذا المشروع في إمارة أبو ظبي وبالتحديد في منطقة العين. يعني بداية ست رقية مساء الخير. الله يحييك يا رب. يعني ست رقية، يعني كما جرت العادة في برنامجنا برنامج كفاءات من الإمارات وكلنا زايد، يعني أن نرجع للبدايات، يعني تحدثينا وتحدثي السادة المشاهدين عن يعني كونك أنت عم تحكي عن نيابة عن صاحبة المشروع الست أم أحمد، يعني بدنا سي في مختصر يعني للست أم حمد. تفضل سيدة. طبعا السيدة أم حمد هي مواطنة إماراتية. نعم. سيدة أعمال. نعم. هي من سكان منطقة الهير. نعم. زين، ف شلون بدأ المشروع هذا؟ هي التمست فكرة ان المنطقة هذه ناشئة وتحتاج المشروع نفس بوتيكات. نعم. زين، فهي من سكان المنطقة فحبت انه تسوي هالمشروع. الفكرة شلون بدأت؟ نعم. فكرتها بدأت لما هي بدأت تصمم المخاوير. نعم. نوع من انواع الألبسة، حبت توسع هالفكرة، حبت تسوي هالمشروع وتشارك مع باقي التاجرات. يعني انا الان كما اشاهد يعني في اكثر من يعني اكثر من منتج يعني داخل هذا المحل، يعني ما شاء الله في ملابس، يعني في عبي، في فساتين، يعني خلينا نحكي جميع ما مستلزمات المراه اللي تحتاجه من عطر، من بخور، من يعني جميع المستلزمات. يعني السؤال، كيف اجتك فكره هذا المشروع للست ام حمد وصولا الى هذا المكان؟ مثل ما ذكرت لك، هي بدت الفكره ان هي حابه تصنع منصه لعرض المنتجات المتنوعه. نعم. من ضمنها عندنا المخاوير، هي بدت بتفاصيل تفصيل المخاوير. نعم. وبعدها توسعت الفكره بانها حابه تشارك مع التاجرات وتنوع في هالمتجر. نعم. فنحن حاليا عندنا مو بس يختصر على الملبوسات فقط. نعم. عندنا العطور، عندنا المنتجات العنايه بالبشره، عندنا مواد التجميل، عندنا العطور، عندنا البخور، عندنا كل انواع المستلزمات النسائيه. نعم. فهذه كانها يعني تعتبر حاليا بوتيكات منصه متنوعه. نعم. للمنتجات النسائيه. نعم، ما شاء الله عليك. يعني ايضا من خلال جولتنا الاعلاميه في اماره ابو ظبي وبالتحديد يعني في منطقه العين، في منطقه الهاير، يعني وجدنا محل بوتيكات يمتاز بشعبيه عاليه. يعني من السؤال، يعني كيف كسبتوا ثقه الناس يعني كي يجوكوا على المحل او يعملوا زياره على المحل؟ طبعا هالشيء بفضل الله سبحانه وتعالى، بعد مجهود ام حمد، يعني مجهودها جدا جبار. طبعا لو تشوف ان عمر المشروع جدا صغير، يعني بدايه السنه، مع ذلك حقق نجاح كبير على ارجاء المنطقه، يعني أرجاء الدولة. فهذا الشيء طبعا يعود لمجهود أم حمد في التسويق وفي انتقاء التاجرات والمنتجات اللي تختارها. يعني زي ما أنت شايف دائما عندنا جودة عالية، المنتجات من أفضل المنتجات، مو فقط المشاركة. يعني أم حمد دائما تركز على أن المنتجات اللي تنعرض في البوتيكات تكون من أفضل الجودة، تكون من الأشياء اللي دائما تكون مطلوبة عند الزبائن. نعم. يعني نتكلم أيضا عن فريق العمل، يعني على أي أساس يعني الست أم حمد بتختار الموظفين، وعلى أي أساس يعني بتختار ستافها وفريق العمل الموجود معها داخل هذا المحل، على أي أساس؟ طبعا أم حمد إنسانة تعاملها راقي وتعاملها جدا جيد مع الموظفين، فهي دائما تختار الموظفين اللي يكونون بنفس المستوى اللي بيقدمون، هذا يعكسون تعاملها الرائع مع التاجرات. يعني كمان أصحاب الكفاءة أو أصحاب الخبرة يعني أيضا. تمام. نعم. بالضبط. فهي حابة أنه التعامل مالها هي مع التاجرات ينعكس على الموظفين. نعم. فالموظفين يعكسون هالشيء على الزبائن، تعاملهم يكون نفس التعامل الراقي اللي هي تتعامله مع التاجرات. نعم. يعني فعلى هالأساس هي تختار الموظفين.
ما هي رؤيتكم المستقبليه بخصوص المشروع؟ ان شاء الله المشروع بيكون بيتوسع اكثر. مثل ما ذكرت ان المشروع حقق نجاح كبير في فتره قصيره، فاكيد بيكون ان شاء الله مستقبل مبهر. بنحاول نتوسع اكثر. حاليا بوتيكات الهير يقدم خدمه توصيل كافه انحاء الامارات. عندنا تاجرات من انحاء الامارات كلها، فيعني ان شاء الله المستقبل بيكون افضل. بيكون عندنا موقع في الاونلاين، اوريدي عندنا نحن مواقع في السوشيال ميديا، بيكون عندنا موقع اونلاين للشوبينج، بيكون عندنا توسع اكبر ان شاء الله. بيكون عندنا خدمه خارج الدوله كمان ان شاء الله. يعني نتمنى لكم التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح يعني باذن الله رب العالمين. يعني نتكلم ايضا عن الاسعار، يعني الاسعار المنتجات الموجوده داخل يعني هذا المحل، هل الاسعار يعني في متناول ايدي الجميع، وهل هناك عروض خاصه يعني مقدمه من شركه بوتيكات للملابس ومستلزمات النسائيه؟ اكيد يعني احنا كل تاجر عنده العروض المعينه اللي تقدمها، وايضا ام محمد تحرص ان يكون في دائما الاسعار تكون تتراوح بين الاسعار اللي تكون يعني مقبوله، وفي نفس الوقت يعني الشيء اللي يناسب المنتج، يعني دائما المنتج والجوده اللي تكون عاليه طبيعي ان الاسعار تكون عاليه. وبالمجمل يعني الاسعار جدا جدا تكون مناسبه. يعني تكلمنا ست رقية، وانت تتكلمين عن نيابة عن ست ام محمد صاحبة ومديرة هذا المشروع، وانتم من سيدات الاعمال الذين نعتز ونفتخر فيكم ايضا داخل دولة الامارات العربية المتحدة. يعني نتكلم عن الجانب الوطني يعني قليلا، يعني كما تعلم والكل يعلم ان دولة الامارات العربية المتحدة تنعم في منظومتي نعمة الامن والامان، يعني اينما وجد الامان وجد الاستثمار والاستقرار ايضا. يعني عن منظومة نعمة الامن والامان، يعني ماذا تنصحين المستثمرين بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الامارات العربية المتحدة؟ طبعا دولة الإمارات تعتبر من أفضل الدول، يعني الخيار الأمثل للمستثمرين. طبعا كان في إحصائية أجرتها البنك الدولي عام 2018، احتلت دولة الإمارات المركز 11 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال. فدائما الاستثمار يعني يعتبر شيء جدا متقدم في الإمارات بجانب المجالات الأخرى طبعا. فدولة الإمارات توفر الأمن والأمان، توفر الاستقرار، توفر الريحية للمستثمرين ورواد الأعمال. تعتبر دولة من الخيارات المثلى بالنسبة لرواد أعمال. فأكيد يعني خصوصا في المستقبل أتوقع أن يكون في قفزة في التطور وفي أيضا في إكسبو جاي إن شاء الله 2021 إن شاء الله. الإمارات دائما تستضيف الفعاليات الكبرى والمؤتمرات الرفيعة، فهذا شيء يعتبر من مميزات والمحفزات للمستثمرين ورواد الأعمال أنهم يستثمرون في الإمارات بالتحديد. يعني بدنا كمان منك بطاقة معايد يعني باسمك رقية خالد وباسم صاحبة المشروع السيدة أم محمد، يعني ودنا منكم بطاقة معايد للوطن وقائد الوطن، يعني إن شاء الله بحلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني ودنا منكم بطاقة معايد للوطن وقائد الوطن. طبعا أول شيء نحبين من هالمنبر باسم أم محمد صاحبة المحل أحب أقدم الشكر لكافة شيوخ الإمارات وقيادتنا الرشيدة وحكامنا، نحب نعيد عليهم، عسى الله يطول في أعمارهم وإن شاء الله كل أعوامهم يكونون في أمن وأمان وفي رخاء بإذن الله. أحب أقدم لهم الشكر ونخص بالشكر باسم أم محمد للشيخة أم الإمارات فاطمة بنت مبارك، بخصوص يعني هي تعتبر الداعم الأول للمرأة الإماراتية والتسعى دائما لنجاح المرأة الإماراتية وتمكينها، فنقدم لها الشكر خصوصا لها. يعني دائما في برامجنا يعني ما نستذكر أبونا يعني ومؤسس هذه الدولة وحكيم الزمان كما يطلق عليه، يعني الشيخ زايد رحمه الله وغمدت روحه الجنة إن شاء الله. يعني وأنتم من شباب هذا الوطن الذي نعتز ونفتخر فيكم، يعني عن مكارم الشيخ زايد يعني ماذا تحدثينا؟ الله يغمد روحه حاليا. طبعا الشيخ زايد الله يرحمه، الشيوخ حاليا يمشون على نفس النهج، فنحن ما فقدنا روح الشيخ زايد، متواجدة عبر الأعمال والخيرية اللي نشوفها وعبر التقدم اللي يحرزها الإمارات. فهذا التقدم يعتبر من النهج اللي بداه الشيخ زايد أبونا وقاعد يستمر الحمد لله. فنحن يعني نتمنى أن نحن نشهد نجاحات أكبر، وإن شاء الله إن شاء الله نشهد هالنجاحات. طبعا الداعم الاول لام حمد يعتبر هو السيد ابو حمد، هو الداعم الاول يدعمها في مجالها العملي. والحمد لله بفضل هالدعم ام حمد دائما تقدم النجاح في مجال العمل. ومثل ما شايفين احنا هذا النجاح نشهد الحين هو نجاح بوتيكات المشروع الناجح. احنا كمان بدورنا كاعلاميين نتمنى لكم التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح ان شاء الله في دولة الامارات العربية المتحدة، ونشكرك ايضا على حسن استقبالكم لفريق قناة سما الخليج، ونشكركم ايضا على دعمكم السخي لهذه البرامج الوطنية الهادفة. شكرا جزيلا سيد.
نحب نقدم لكم لحم باسم محمد صاحبة المحل. الشكر لكم قناة مميزة على القائمين عليها كلهم. حابين طبعا نقدم الشكر أيضا مرة ثانية لشيوخنا وقيادتنا الحكيمة، وأيضا حاب أقدم الشكر للشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الداعمة الأولى للمرأة الإماراتية. طبعا هالشكر أقدمه باسم صاحبة المحل أم حمد. نعم، أعزائي المشاهدين، في هذه الكلمات الطيبة لا يسعني إلا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحبة المشروع السيدة أم حمد، صاحبة ومدير عام مشروع بوتيكات في إمارة أبوظبي وبالتحديد في منطقة العين، وكنت ضيف عزيز غالي على برنامجنا.